موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر، مرحبا بكم. غنين يطالب بترجمة دماء شهداء الثورة إلى عمل حقيقي. محمد إبراهيم يصل البرلمان للرد على واقعة الضابط المحرض على المظاهرات. موظفو أجهزة المدن الجديدة يهددون باقتحام وزارة الإسكان للاعتصام. معتصمون يقبضون على ضابط بالأمن الوطني يحرضهم على اقتحام البرلمان. تشكيل أعضاء البرلمان النسائي في 22 من مارس الجاري. نواب بحزب النور يخالفون قرار العليا للحزب ويؤيدون أبو إسماعيل. حركة حماس تدعو مصر إلى إلزام إسرائيل بعدم العدوان على غزة مجددا. وقفة احتجاجية للعاملين بالنقل العام للمطالبة بالانضمام للوزارة. الكتتني يلتقي ب 27 سفيرا من الاتحاد الأوروبي. وفد من الاتحاد الأوروبي يصل مصر لمتابعة خطورة الحمى القلاعية. اعتصام العاملين بمحطة توليد الكهرباء بالبحيرة للمطالبة بالمساواة مع المهندسين. جماعة السلفيين باليمن تعقد مؤتمرا لإعلان مشاركتهم في العمل السياسي. وقافلة مساعدات من البرلمان العربي تصل إلى غزة الخميس المقبل. إلى هنا مشاهدينا ينتهي موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء متجدد.